لابد من القول على أن هناك ترابط موضوعي جدلي بين التطور الديمقراطي وتطور المشهد الحقوقي. كلما كان هناك تطور في المسار الديمقراطي كلما انعكس هذا الأمر على التطور الحقوقي. نعلم جميعا أننا من الديمقراطيات الناشئة، نعلم جميعا أن هناك مسافات ضوئية بيننا وبين دول عريقة في الديمقراطية. إذن أين بالضبط موقع هذا البلد في المشهد الحقوقي العالمي؟ لابد أن نشير أيضا إلى مؤشرات التقييم وهي لعبة في نهاية المطاف. قد نستعمل مؤشرات معينة للوصول إلى نتائج متحكم فيها أصلا. دليلي في ذلك أن هذا البلد يصنف في مجال حرية الصحافة أيام حكم بن علي يحتل درجة أدنى من تونس، ونعلم جميعا أن في هذا البلد إذاك الصحفيون يمارسون الرقابة الذاتية وليست لهم القدرة على المغامرة بمقاولتهم الصحفية. لماذا؟ لأن هناك مؤشرات تعتمد على عدد الصحفيين المعتقلين، عدد الجرائد التي تم حجزها أو تم منعها أو تم رفض دخولها إلى البلد، وهذه المؤشرات تعطي نتائج تبرز على أن هذا البلد فيه تضييق على حرية الصحافة بشكل أكبر مما تعرفه بعض البلدان المغرب. إذن أيضا لعبة المؤشرات شيء أساسي ومهم. سأعتمد في مداخلتي أولا المستوى المعياري، الوثيقة الدستورية الجديدة ضمن هذه الخانة، تطور الممارسة الاتفاقية في المغرب، الحق في التمتع بمنظومة الحقوق، ثم قضايا التوتر والقضايا العريقة. يتضح جليا حسب وجهة نظر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن هناك توجها فعليا لترسيخ قطائع إيجابية مع التصورات والأساليب التي طبعت ممارسة السلطة في الماضي القريب. وقد أظهرت مجموعة من النقاشات المجتمعية الكبرى التي عرفها المغرب في العقدين الأخيرين قدرة منظمات المجتمع المدني على طرح القضايا الإشكالية الكبرى والجوهرية، وهذه النقطة تحسب لديمية الجسم المدني ببلادنا. بالموازاة مع مسلسل التوسع التدريجي لحقل الحقوق والحريات تم إحداث هيئات، لأن هناك أيضا تطور مؤسساتي، الهيئة العليا للاختصاص المصاري، عن عدد من المؤسسات المهمة عدد من المؤسسات المهمة نعرفها جميعا لا داعي للدخول إليها. هناك طبعا اختلافات، هناك تجاوزات، واعتبر أن هذا الأمر طبيعي والغير الطبيعي أن لا يتم التصدي لهذه الانتهاكات وهذه التجاوزات. لماذا المشرع يضع القانون؟ لماذا؟ من أجل أن يحترم، ولكن أيضا من أجل أن يخرق، وخرق القاعدة القانونية هي ترتب عليها الجزاء. المشرع لا كيرش على شي قوة، على شي حاجة ما كيناش، على جرائم مستحيلة حينما يجري التعديل، لما يفترض على أنه يكون تعديل. ملي كيجرم اختفاء قصري كيعرف يكون اختفاء قصري، ملي كيجرم السرقة، ملي كيجرم خيانة الأمانة. إذن هذه لا تدخل في إعداد الجرائم المستحيلة، لكن لا بد أن تكون هناك آلية للتصدي لهذه الانتهاكات، في مقدمتها الجهاز القضائي، لأنه الآلية الحمائية الجوهرية لرد الحقوق ولحماية الحريات. طبعا هناك ضعف في الخضوع لإحكام القانون واحترام القواعد القانونية وخضوع لحكم القانون، هذا مشكلة عندنا مشكلة. وأحيانا مؤسسات الدولة التي تمتنع أحيانا عن تنفيذ مقتضيات أحكام قضائية نهائية. عندنا استكمال تصديق على اتفاقية الدولية، طبعا اتفاقية الأساسية تصديق عليها، لكن هناك اتفاقية أخرى تنتظرنا، والمغرب في أقل من 3 سنوات تحت رقابة الحدود الإيبا صدق على 4 اتفاقية أساسية: حماية الأشخاص من اختفاء القصر، اتفاقية التنوع الثقافي، البروتوكول الأول الملحق للدول الخاص بحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الملحق لاتفاقية مناهضة التعذيب، مما يفرض علينا داخل أجل سنة من أجل إحداث الآلية الوطنية للقيام بالتعذيب. وثبت حسب التجربة الوطنية عبر العالم أن هذه الآلية كان لها دور فعال في الحد
من ضعيفتي.